الخامس اليوم مشاهدي الاعزاء وبالاخص مواطني جماعه الحوافات وحوازيها اللي كيتبعوا معنا هذا الحديث هذا، غنتحدثوا هذا الخميس على الماء الصالح للشرب. طبيعة الحال ان جماعه الحوافات تسلمنا التدبير فيها، لقينا 37% فقط هي اللي كتستافد من ربط الماء الصالح للشرب، في حين 63% لا تتوفر على الماء الصالح للشرب. واجهنا يعني مشكل ديال ثوره العطش وتحدي العطش بجماعه الحوافات، في انتظار اننا نركبوا اتفاقيه شراكه ما بين الداخليه والمكتب الوطني للماء والجماعه من اجل تمكين 63% من الماء الصالح للشرب. هذه الاتفاقيه كيخصها وقت وكيخصها اجراءات وتدابير طويله. المجلس يعني كان سباقا من اجل مواجهه التحدي ديال العطش وثوره العطش باحداث يعني 5 ديال الابار ديال الماء، البئر ديال القريه المرضيه بغلاف مالي ديال 10 مليون سنتيم، والبئر ديال اولاد جابر، والبئر ديال اولاد عمران، والبئر ديال الغانيه، والبئر ديال درقاوه. يعني 5 الابار اللي تم الاحداث ديالهم مع الشبكه ديالهم والسقايات اللي كلفوا حوالي 120 مليون سنتيم في سنه 2016، وتم يعني توفير الماء ل المواطنين من جهه، وتوفير ايضا للماشيه وللحاجيات الفلاحيه للمواطنين. هذا خلانا اننا نواجه التحدي ديال العطش، ولكن لم نستسلم، واستمر المجلس في العمل والبحث عن اتفاقيه شراكه اللي جمعات وفرات غلاف مالي ديال 14 مليون درهم، يعني مليار و400 مليون، اللي الان تم احداث يعني 47 كيلومتر من القنوات ديال الربط، القنوات الدواوير اللي ما كتستافدش من الماء، بالاضافه الى بناء سهريج مائي بعلو ديال 30 متر وبطاقه استيعابيه ديال 500 متر مكعب. هذا المشروع هذا الذي الان هو انطلق ووصلت الاشغال فيه تقريبا 90%، غادي يمكن الجماعه من توفير الماء الصالح للشرب والربط الفردي لجميع الدواوير ديال الجماعه بنسبه 100%، وبذلك نكون رفعنا التحدي وانتصرنا على ثوره العطش. والى حديثي الخميس المقبل.